تداعيات هجوم مجدل شمس لا تزال مستمرة، مطالبات بعدم التصعيد وتأكيد إسرائيلي على الرد. بداية، دعا المرجع الروحي لطائفة الموحدين في لبنان الشيخ أمين الصايغ طائفة الدروز إلى عدم الانسياق وراء محاولات الفتنة، ثم اتهام الجيش الإسرائيلي القيادي في حزب الله محمد علي يحيى بالمسؤولية عن الهجوم وأن الصاروخ أطلق من شمال شبعة، وانتهاء بإعلان شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية إرجاء عودة بعض رحلاتها التي كانت مقررة الوصول مساء الأحد إلى صباح الاثنين، بينما أبقت الشركة مجموعة من طائراتها في مطارات خارج الأراضي اللبنانية. مصدران أمنيان مشاهدين لوكالة رويترز قال إن حزب الله في حالة تأهب قصوى مع تصاعد التوترات في أعقاب هجوم مجدل شمس. وقالت المصادر الأمنية إن حزب الله قام بشكل استباقي بإخلاء بعض مواقعه الرئيسية في جنوب لبنان ووادي البقاع الشرقي في حالة وقوع هجوم محتمل من قبل إسرائيل. وألقت إسرائيل اللوم على الجماعة اللبنانية فيما نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم. إدانات ومطالبات بالتهدئة بعد هجوم مجدل شمس. داخليا، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إن لبنان طلب من واشنطن حث إسرائيل على ضبط النفس وإن شنها أي هجوم كبير سيؤدي لحرب إقليمية، فيما حث منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان وقائد قوة حفظ السلام على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وحذرا أن تبادل إطلاق النار على الحدود قد يقود لكارثة تفوق التصور. أما الولايات المتحدة فقال وزير خارجيتها أن أمريكا لا تريد رؤية توسع للصراع بالمنطقة، مشيرا إلى أنها تجري حوارا مع إسرائيل، بينما أكد البيت الأبيض دعمه لأمن إسرائيل. فرنسا وألمانيا أيضا أدانتا الهجوم على قرية مجدل شمس وسط دعوات دانت بوقف الهجمات الغادرة فورا وتجنب أي تصعيد عسكري جديد. Come on, come on.